بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. موسكو تؤكد أن الطائرات التي قصفت حلب أمس أمريكية وليست روسية. مشاورات دولية حول سوريا على هامش اجتماع المجموعة الدولية في ميونخ. وادي مستورا للميادين متفائل ومصر على مواصلة محادثات جنيف. الناتو يقرر إرسال طائرات الأواكس إلى سوريا للمساعدة في الحرب على داعش. إنه في وفد فلسطيني أمني اليوم علي الرفيع رئيس جهاز الاستخبارات ذهب للإسرائيليين اليوم يحمل قرارا فلسطينيا. أبو العرادات يكشف للميادين عن لقاء مزمع لوفد أمني فلسطيني مع مسؤولين إسرائيليين لإبلاغهم بوقف التعاون الأمني لخرقهم الاتفاقات. أكثر من 50 قتيلا في إطلاق نار داخل سجن شمال المكسيك. 3000 ليلة، فيلم مي المصري يروي عذابات السجينات الفلسطينيات في المعتقلات الإسرائيلية. مرحبا بكم. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات أمريكية لا روسية هي التي قصفت حلب أمس، فيما نفى الجيش الأمريكي هذا الأمر. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها دمرت 1900 هدف للمسلحين في سوريا ما بين 4 من شباط فبراير والحادي عشر منه، كما دمرت خزانة نفطية تابعة لتنظيم داعش في حلب. الطائرات الروسية لم تجري أي عملية في منطقة مدينة حلب أمس. كان أقرب هدف من المدينة 20 كيلومترا فقط طائرات ما يسمى بالتحالف لمحاربة الإرهاب وطائرات من دون طيار كانت تحلق بنشاط فوق المدينة. في المقابل، المتحدث باسم قوات التحالف الأمريكي في العراق ستيفن وان نفى في تصريح أن يكون الجيش الأمريكي قد نفذ أي ضربات جوية ضد تنظيم داعش في مدينة حلب أو محيطها، واصفا المزاعم الروسية في هذا الشأن بالكاذبة. الطائرات الأمريكية لم تنفذ أي ضربات في مدينة حلب أو المناطق المحيطة بها ولم تستهدف أي مستشفى. هذا مثال آخر على الاستخدام الروسي السيء للقنابل العشوائية في سوريا. روسيا غير مهتمة باستهداف المدنيين بل يهتمون بدعم الأسد. إلى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة الروسية أثبتت خلال اختبار استعدادها للدفاع عن الحدود الجنوبية بما في ذلك القرم. كما أعلنت وزارة الدفاع عن وضع قواتها الصاروخية وسلاح الجو بحالة تأهب قصوى خلال اختبار مفاجئ في شبه الجزيرة خلال محاكاة لعملية صد ضربة صاروخية وجوية مكثفة من قبل عدو افتراضي. وفي ميونخ أفاد مراسل الميادين من عقد لقاء ثنائي بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري تمهيدا لمؤتمر المجموعة الدولية بشأن سوريا الذي يعقد اليوم في ميونخ. إلى ذلك أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للميادين عن تفاؤله بالمؤتمر مؤكدا تصميمه على مواصلة محادثات جنيف. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا لا تزال تنتظر ردا على اقتراحها حول وقف إطلاق النار في سوريا. وبالتوازي قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبورغ إن أعضاء الحلف وافقوا على إرسال طائرات إنذار مبكر أواكس إلى سوريا لتقديم المساعدة في محاربة تنظيم داعش. وفي أعقاب اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل أكد ستولتنبورغ أن الحلف سيرسل بسرعة مجموعة سفن إلى بحر إيجا في مهمة بحرية لمواجهة أزمة اللاجئين ولمنع أنشطة المهربين. كما أشار إلى أن الناتو يعمل على تجديد الرقابة عند الحدود السورية التركية. المتحدث باسم التحالف السعودي أحمد عسيري أكد أن قرار الرياض إرسال قوات برية إلى سوريا لمحاربة تنظيم داعش نهائي ولا رجعة عنه. عسيري لفت من بروكسل إلى أن بلاده ملتزمة بالعمل ضمن التحالف الدولي ضد داعش مضيفا أن لا أحد يحارب داعش في سوريا وفق تعبيره. التجمعات البرية التي حاولت الميليشيات الحوثية حشدها
في شمالي. معنا من موسكو مدير مركز الشراكة بين الحضارات في معهد العلاقات الدولية السيد بنيامين بوبوف. أهلا بك سيد بوبوف. هل لنا أن نفهم ما الذي يجري حقيقة بين موسكو وواشنطن؟ انتقلنا من ربما حرب التصريحات واللقاءات إلى حتى مشكلة في تحديد من الذي قصف بالأمس في حلب. هذا أشياء عادية. أعتقد أن عندنا في نوع من التنافس ونوع من التعاون، فنحن نريد نركز على التعاون أكثر. فاليوم تم لقاء وزيري لافروف والكيري خاصة لمناقشة أزمة سورية، لأن نحن نعتقد أن الآن المرحلة الخطيرة في ما يسمى بالعزمة السورية، فنحن نريد نركز على ضرورة جهود السياسية خاصة تمهيدا لنجاح المباحثات الجنيف، لأن نحن مهتمين بتسوية سياسية لنزاع في سوريا. فأنت عارف أن الآن القوات المسلحة السورية تستمر في هجوم على في شمال سوريا في منطقة الحلب. فأعتقد أن هناك في بعض النجاحات من القوات الكردية، فهذا يعني أن ما يسمى بالدولة الإسلامية أو هؤلاء الإرهابيون هم في تراجع مستمر، فأعتقد أن هذا الهجوم سيستمر. فالأمريكان اتهمنا أن طائراتنا خصفت المستشفى أو مستشفيين، فكلنا رسميا ممثل وزارة الدفاع أن في ذلك اليوم أن الطائرات الروسية لم تعمل في هذه المنطقة. هذا الشيء يعني هذا أشياء فظيعة، لأن لكن نحن سجلنا التحليقات للطائرات الأمريكية. طيب سيد بوبوف، يعني برأيك لماذا ينفي الطرف الأمريكي ذلك؟ حرب البروباغندية. لماذا برأيك ينفي الطرف الأمريكي شنه لمثل هكذا غارات؟ اليوم نحن في عالم يعني الرادارات تستطيع أن تحدد نوع الطيارة والطائرة طبعاً والمكان طبعاً. لماذا برأيك ينفي؟ يعني لأن هذا أعتقد أن هناك تعرف يعني الآن نحن في مرحلة دقيقة جدا بالنسبة لسوريا. إما نحن نستمر في طريق التسوية السياسية، إما حيكون هناك الاستمرار في هجوم القوات السورية النظامية، فهناك يكون الهزيمة كبيرة للإرهابيين، هزيمة كبيرة العسكرية. وأعتقد أن بعض الدول في الواقع. طب وكأنك سيد بوبوف تتحدث لو سمحت لي عن مشكلة في ترتيب الأولويات. اليوم رأس الدبلوماسية الأمريكية والروسية يلتقيان في ميونخ، كيف يمكن أن يتم الوصول إلى نقاط مشتركة تدفع أقل السير قدما في الملف السوري، طالما روسيا تقدم مقترحا تعرضه كما وصفته على القوى الكبرى لوقف إطلاق النار والذهاب لحل سياسي؟ نحن عندنا في اقتراحات الملموسة لافروف، نحن سلمنا هذه الاقتراحات للجانب الأمريكي، فنحن نقترح أن يكون هناك الوقف إطلاق النار من أول مارس، فهناك
تأمين العملية الإنسانية، يعني تزويد الناس المدنيين بكل المحتاجات. هذا الشيء. الشيء الثاني، أنت عارف هناك كانت بعض الإشاعات المستمرة وتصريحات أن القوات التركية والقوات السعودية وبعض الدول الأخرى قد تدخل في سوريا، فهذا شيء خطير جدا، لأن نحن نعتقد أن لابد من هناك تفاهم مع الأمريكان أن هذا قد يؤدي إلى الحرب الكبيرة، والحرب الكبيرة هي مضرة لكل الأطراف مهما كانت الظروف. هذه النقطة. النقطة الثانية أن في هناك الفرص كبيرة جدا، لأن بدأت هذه المباحثات الجنيف ونحن نريد أن نؤمن الظروف الملائمة لاستمرار هذه المباحثات أو مشاورات أو تشاورات كما أنت تريد. فلكن هذا أهم شيء، هذا التركيز على التسوية السياسية، ولكن هذا لا يعني أن نحن نعمل إيقاف العمليات العسكرية ضد الإرهابيين. أشكرك سيد بنيامين بوبوف، كنت معنا من موسكو، أنت مدير مركز الشراكة بين الحضارات في معهد العلاقات الدولية، وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة. يعمل الجيش السوري على تحصين الخاصرة الجنوبية في محيط تدمر عبر صد أي هجمات لتنظيم داعش، ويضمن هذا المحور خلق بيئة مناسبة لاستمرار تقدم الجيش السوري نحو تدمر عبر الطريق الدولي. طارق علي. نار. صد الجيش السوري هجوما لداعش على تلال السهلة جنوب غرب تدمر. الجيش استعاد المبادرة سريعا وتمكن من التقدم بغية توسيع خطوط دفاعه في منطقة ثقل القتال فيها يرتكز على منع داعش من التشويش على تقدم للجيش في محاور قريبة. قامت قوات داعش الإرهابية بالهجوم على هذا الموقع من محورين، محور الغرب ومحور الشرق. طبعا قامت قواتنا المقاتلة الباسلة بصد هذا الهجوم وكبتت العدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح وحققت نتائج مذهلة. الهجوم بدأ من اتجاه فتحة التوتر والمثيلات. الجيش سرعان ما ربط خطوطه النارية على رؤوس التلال ليقيم سدا يمنع به أي اختراق لداعش على هذا الاتجاه، وبالتالي يضمن استمرار تقدمه عبر الطريق الدولي وشماله باتجاه مدخل تدمر الغربي. بالوقت الحالي ما عم نحاول نتقدم، نحن ما عندنا رغبة للتقدم باتجاه الجنوب لأنه عم نعمل على اتجاه آخر. أما نحن موقع دفاعي عم نمنع أي قوة تحتل هذا الموقع أو تتقدم من هذا الموقع باتجاه القوة العاملة باتجاه تدمر. يسعى الجيش من تعزيز خطوطه على هذا المحور إلى تأمين بيئة مناسبة لاستمرار المعارك على ارتفاعات أقل يكون هو فيها مشرفا على معابر داعش ولحماية قواته الجنوبية، بما يضمن أقل الخسائر في صفوف الوحدات التي أسندت إليها مهمة تحرير تدمر. يثبت الجيش السوري مواقعه على هذه التلال لتأمين حماية وغطاء ناري لقواته التي تتقدم عبر الطريق الدولي نحو مدخل تدمر الغربي، فيعمل على صد أي هجوم للمسلحين نحو مناطق السيطرة السابقة. طارق علي من تلول السهلة في محيط تدمر، الميادين. سياسيا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يمكن حل الأزمة في سوريا من دون منطقة حظر جوي، وفي كلمة له أمام منتدى اقتصادي أكد أردوغان أن تركيا ستتحلى بالصبر حتى مرحلة ما إزاء الأزمة في سوريا، لكنها ستضطر بعد ذلك إلى التحرك. إلى العراق، حيث نقل مراسل الميادين عن مصدر أمني عراقي تأكيده توقيف عامر محمد الهزيماوي المسؤول العسكري في تنظيم داعش خلال توجهه إلى الحبانية في الأنبار. وقد أعلن قائد عمليات نينوى لواء نجم الجبوري تأمين 13 ممرا لخروج المدنيين من الموصل عند بدء العمليات البرية، وكان قد استمر وصول مستشارين عسكريين إلى منطقة مخمور ضمن إطار القوات العراقية المشتركة المكل إليها مهمة تحرير نينوى من تنظيم داعش.
هذا وتركز القوات العراقية على المعالجات الأمنية في البوبابلي شمال الفرات وامتدادات المنطقة جغرافيا باتجاه شرق الأنبار في جنوب منخفض الثرثار وناظم التقسيم، حيث يستمر تنظيم داعش في محاولاته للسيطرة على ناظم التقسيم وتهديد خط الإمداد شرق الرمادي وفي منطقة اللاين غرب صلاح الدين. عبد الله بدران. حرب أمنية واشتباكات شرق الأنبار لا تتوقف. داعش فشل حتى الآن في استهداف يحتل به خط الصد العسكري جنوب منخفض الثرثار وامتداداته صوب نواحي الفلوجة الشمالية. الهجمات الانتحارية المكثفة لم تحقق تقدما بحكم تكتيك الصواريخ الحرارية. 4 هجمات متتالية وقضم أمني عراقي للأرض يليها، وهدف داعش شن هجمات لأهداف دفاعية عن الفلوجة وخصوصا من محور جنوبها في الهياكل حيث المواجهة الأصعب، لأنه يريد أن ينتقم الآن بضربات محدد ضربتين محددتين وحسب، وهذا ما أراه أنا بالتحديد على منطقة سد حديثة وسد منطقة سد الثرثار. وبموازاة الجانب العسكري والأمني حملة إعلامية لداعش في شرق تكريت ومحاولات مستمرة لإشاعة انهيار الوضع في تل قصيبة وشن هجمات فعلية على حقول نفط علاس وعجيل، ما دفع بفصائل الحشد الشعبي إلى إعادة انتشارها في طريق تكريت العظيم شرق صلاح الدين ولإبقاء خط الإمداد نحو جنوب كركوك شمالا والفتحة شرقا مفتوحة. أوضاعهم سيئة وهناك انتصارات كبيرة لنا وهناك إجراءات أمنية مكثفة قمنا بها في المناطق الغربية لمحافظة بغداد المطلة على الفلوجة وأغلقنا الثغرات الأمنية التي كانت موجودة. وتنفذ القوات العراقية والقوات المساندة لها عملا أمنيا في تدقيق ملفات المدنيين الذين جرى إجلاؤهم من مناطق محررة، وعملا أمنيا آخر لرفع آلاف العبوات وفق تعبير التحالف الأمريكي التي زرعها داعش في مركز الأنبار وانتشارا لتأمين حزام العاصمة العراقية. بغداد تحدت الوضع الأمني في محيطها، يساندها في ذلك انتشار عسكري لفصائل المقاومة، ومثلما يهاجم داعش بهدف الدفاع وتحصين الفلوجة تشاغله القطاعات العسكرية لإرباكه حتى يتخذ القرار ببدء هجوم ما لتحرير موقع جديد. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. إلى ذلك قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه سيقضى على تنظيم داعش في العراق هذا العام. هذا الموقف أطلقه العبادي في من إيطاليا والفاتيكان حيث التقى بابا الفاتيكان. وفي لقاء مع نظيره الإيطالي في روما أكد العبادي أن بغداد بدأت الإعداد لاسترجاع الموصل بالتعاون مع البيشمركة الكردية، مشيرا إلى تراجع كبير للتنظيم. العراق في محاربة داعش، الآن داعش في تراجع كبير، ونحن هذه السنة ضمن خطتنا العسكرية هو إنهاء وجود داعش في العراق، وآخر موضع لهم هو نينوى والموصل، ونحن عازمون على طرد داعش من الموصل، وبدأنا بإرسال قوات جديدة قبل 3 أيام إلى محيط الموصل من أجل البدء أو التحضير للعمليات العسكرية الكبرى بين القوات الأمنية العراقية والقوات البيشمركة وبين أهالي الموصل أبناء العشائر. نعود وإياكم إلى الشأن السوري وننتقل إلى ميونخ للمزيد حول مؤتمر مجموعة العمل الدولية الخاصة بسوريا. من هناك ينضم إلينا مراسل الميادين موسى عاصي. موسى، آخر المعلومات كانت أن هناك اجتماع بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي، لا أدري إذا ما كان انتهى هذا الاجتماع، هل لدينا أي معطيات حوله؟ ومتى ستبدأ جلسة هذه المجموعة، مجموعة العمل الدولية بشأن سوريا؟ نعم رامي، من المفترض أن تكون الجلسة العامة لمجموعة فيينا قد بدأت قبل قليل في فندق هيلتون في وسط ميونخ. اللقاءات الثنائية التي سبقت هذه الجلسة الموسعة عقدت بين الوزيرين جون كيري وسيرجي لافروف، وأيضا بين الوزيرين جون كيري ووزير خارجية سوريا عادل الجوبير، وكان هناك أيضا لقاءات ضمت ممثلي عن الهيئة العليا للمعارضة السورية بشخص رياض حجاب المنسق العام لهذه الهيئة.
البند الأساسي كما بات معروفا على طاولة المشاورات التي بدأت قبل قليل هو وقف إطلاق النار. حتى الآن يمكن القول أن الأمور لا تسير بالشكل المطلوب، خصوصا وأن المنسق العام للهيئة العليا للمعارضة السورية القادمة من الرياض صرح قبل قليل أمام الصحفيين أننا نتحدث، وطبعا الكلام لرياض حجاب، نتحدث عن وقف القصف الروسي وليس عن وقف لإطلاق النار. إذن ما يطالب به المعارضون معارضو الرياض هو وقف القصف الروسي فقط، أما مسألة وقف إطلاق النار فربطها حجاب بالحل السياسي النهائي، وطبعا يذكر بالمطالب التقليدية لهذا الوفد برحيل الرئيس السوري بشار الأسد والانتقال تشكيل هيئة حكم انتقالية. طبعا الكلام لرياض حجاب. بالنسبة للوفد الروسي كان قد طرح اليوم المبادرة وقف إطلاق النار، وهي تسري بحلول بداية شهر رمضان مارس آذار مارس المقبل، وطبعا لم يكن هناك المزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة الروسية التي ناقشها طويلا الوزيران سيرجي لافروف وجون كيري. كل الأحوال نحن بانتظار يعني ما الذي سيخرج عن هذا الاجتماع، لا أدري إلى متى سيستمر، هل سيكون هناك مؤتمر صحفي ما بعد انتهاء الجلسة العامة لمجموعة العمل الدولية؟ نعم، في العادة يكون هناك مؤتمر صحفي لكل من سيرجي لافروف وجون كيري، مؤتمر صحفي مشترك، وأحيانا ينضم إليهما ستيفان دي مستورا المبعوث الدولي لحل الأزمة السورية. أذكر أن ستيفان دي مستورا وفي دردشة مع الميادين قبل الظهر اليوم قال أنه متفائل بهذا الاجتماع الوزاري، وأنه مصر على استئناف المحادثات ضمن إطار جنيف 3 في موعدها المقرر. أشكرك جزيل الشكر موسى عاصي مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من ميونخ. إلى اليمن، حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل نحو 20 جنديا سعوديا في هجوم لاستعادة جبل الدود في جيزان. كذلك نقل مراسل الميادين عن مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على تلال ومواقع مجاورة لطلعة الحمراء في مديرية صرواح غرب مأرب. هذا وشنت طائرة التحالف السعودي غارات على منطقتي الربيعة والأشقري غرب مأرب مع تواصل المعارك باتجاه جبل هيلان والمخدرة وفي منطقة نهم جنوب صنعاء وموقع سحر وجبل القطب المطل على واد يطلق عليه اسم محلي غرب نقيل الفرضة. وقد وردت مشاهد للمعارك التي شهدتها تلك المنطقة. أهمية الفرضة هو في النقطة والمعسكر البسيط الصغير الذي تم تدميره من قبل طيران التحالف، والجبلين المطلين عليه جبل سحر وجبل يام، والآن الشباب موجودين في جبل سحر مسيطرين على جبل سحر بالكامل، وسيتم تطويق المعسكر من ناحية بران، حيث أن لنا فرقة أخرى دخلت من ناحية مزارع القات ومن أمام المدرسة. استهدفت طائرات التحالف السعودي عددا من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية، ومنها صنعاء وصعدة ومأرب وتعز وحجة. الغارات أدت إلى استشهاد عائلة من 5 أشخاص بعد قصف منزلها في العاصمة صنعاء، وشخصين بعد استهداف ناقلة محملة بمواد غذائية في صعدة، كما استهدفت منطقة مران بمديرية حيدان بالمحافظة ذاتها. الذي حصل تم طيران العدوان في الليل من الساعة 12:11 قصف بصاروخين، صاروخ من الجهة هذه التي تشاهدونها أمامكم وصاروخ من الجهة الخلفية، ويعني تم تدمير المنزل بالكامل. كان يوجد هناك 5 أفراد من عائلة واحدة، والآن هم تحت الأنقاض، يعني إلى حد الآن لم نستطيع إخراجهم لأن الدور الأول نزل إلى البدروم، ارتدم يعني ردم كامل. الغارات طولت أيضا منطقتي الربيعة والأشقري بمديرية صرواح غرب مأرب بالتزامن مع استمرار المعارك باتجاه جبل هيلان والمخدرة، حيث تدور مواجهات متقطعة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى.
أما في تعز فالغارات استهدفت مناطق متفرقة من مديرية المخا الساحلية غرب المحافظة، مع استمرار المواجهات بين قوات الجيش وقوات هادي في مديرية الوازعية غرب تعز. مصدر عسكري يمني أعلن مقتل العشرات من أفراد قوات هادي في ميدي بمحافظة حجة خلال صد الجيش واللجان لتقدمهم باتجاه ساحل ميدي. حدوديا أعلن مصدر عسكري يمني أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مواقع حماية قزع ونقطة المعزاب والمجروب والعشة الحمراء في جيزان السعودية. جاء ذلك بعد تدمير الجيش واللجان عربة براد في الخوبة في المنطقة ذاتها. أكدت مصادر غربية للميادين أن اتفاقا يجري بين الإمارات والرئيس اليمني عبد رب منصور هادي لتأجير جزيرة سقطرى اليمنية لأبو ظبي لمدة 99 عاما. ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق قطع شوطا بعيدا وأن الجزيرة ستستأجرها الإمارات لكنها ستكون بإشراف أمريكي مباشر. وشددت المصادر للميادين على أن هذا هو الثمن الذي وعدت به الإمارات لمشاركتها في التحالف السعودي، مضيفة أن ظاهر الاتفاق وإنشاء مشاريع اقتصادية وسياحية وتجارية وملاحية. هذا وتحتل جزيرة سقطرى موقعا مهما عند البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب، وصنفت من أجمل الجزر في العالم عام 2010. تقع جزيرة سقطرى اليمنية على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن على بعد 350 كيلومترا جنوب اليمن، وهي أرخبيل مكون من أربع جزر يشمل جزيرة رئيسية هي سقطرى وثلاث جزر هي درسة وسمحة وعبد الكوري وجزيرتين صخريتين صغيرتين. تعتبر سقطرى أكبر الجزر العربية واليمنية، ويبلغ طول الجزيرة 125 كيلومترا وعرضها 42 كيلومترا، ويبلغ طول الشريط الساحلي 300 كيلومترا. عاصمة الجزيرة حديبو، ويبلغ عدد سكان الجزيرة 150 ألف نسمة. ترجع شهرة سقطرى وأهميتها التاريخية إلى بداية ازدهار تجارة السلع المقدسة ونشاط الطريق التجاري القديم طريق اللبان، ولهذا سميت جزيرة سقطرى عند قدماء اليونان والرومان بجزيرة السعادة. تم تصنيف الجزيرة كأحد مواقع التراث العالمي عام 2008، ولقبت بأكثر المناطق غرابة في العالم، صنفتها صحيفة نيويورك تايمز كأجمل جزيرة في العام 2010 نظرا للتنوع الحيوي الفريد ولأهمية الجزيرة البيئية وانعكاسها على العالم. تطل جزيرة سقطرى على البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب، وتقع في الممر البحري الدولي الذي يربط بين دول المحيط الهندي والعالم. وكثر الحديث عن محاولات أمريكية وغربية للسيطرة عليها سابقا نظرا لأهمية موقعها، وقد تسببت زيارة قام بها إلى الجزيرة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد من دون إذن من السلطات اليمنية حالة من الغضب، ولا سيما بعد تردد معلومات عن سعي الإمارات ودول أخرى منها خليجية للسيطرة على الجزيرة بدافع المصالح الاقتصادية والاستثمارات، ما دفع الحكومة اليمنية في أكتوبر من العام 2013 إلى إعلان أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة عن محافظة حضرموت. في إيران أكد الرئيس حسن روحاني أن الشعب الإيراني أجبر بصموده أعداءه على التسليم لإرادته وأحبط كل قرارات مجلس الأمن الدولي. وفي كلمته لمناسبة الذكرى 37 لانتصار الثورة في إيران، قال إن الرأي العالمي أقر بأن ما كانت تروجه ما سماه القوى المعادية الاستكبارية والصهيونية عن إيران لم يكن سوى أكاذيب. وشدد روحاني على وحدة الشعب الإيراني في وجه التحديات، داعيا إياه إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لأن آراءه هي التي تحدد مصيره. قد لا يبدو المشهد مختلفا كثيرا، فالإيرانيون يحيون مراسم ذكرى انتصار ثورتهم كل عام، لكنك إذا ما اقتربت أكثر ستكتشف جديد هذا العام. فهذه المسيرات هي الأولى بعد الاتفاق النووي، اتفاق ترى طهران أنها حققته بالصمود.
هذا الشعب تمكن من الصمود أمام كل قرارات مجلس الأمن ومن إفشالها وإلغائها ومن رميها في سلة مهملات التاريخ أيضا، وأثبت للدول التي قالت إن إيران تسعى للاستحصال على أسلحة للدمار الشامل وأنها تسعى لتهديد الشعوب أنها كانت تكذب. فالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن وحتى الرأي العام العالمي أذعنوا بأن الإعلام الصهيوني والاستكبار العالمي وأمريكا أطلقوا الأكاذيب ضد إيران، وأن الشعب الإيراني شعب يسعى إلى الهدوء والاستقرار في المنطقة. إيران التي راهنت دائما على الدعم الشعبي لسياساتها تعمل أيضا على نقل الثورة للأجيال الجديدة. هنا في الطريق إلى ساحة الحرية حضر الجميع شيبا وشبابا رجالا ونساء ولكل أسبابه. علينا جميعا المشاركة. انظر إلى هذا، لقد قدم هذا العالم روحه من أجل رفعة شعبه وبلاده. نحن ندافع من كل إخواننا وأخواتنا في كل بلاد المسلمين، من سوريا، من لبنان، من العراق والشام. في الذكرى 37 لانتصار ثورتها تبعث إيران برسائلها وتستعرض قدراتها الصاروخية، مؤكدة أن برنامجها الصاروخي الدفاعي خط أحمر ولا علاقة له بالاتفاق النووي. اختبرت إيران صاروخ سيمرغ الباليستية الحاملة للأقمار الصناعية، لكنها لم تطلقه رسميا بعد. هنا تعرضه أمام الجميع، وتعرض صاروخ عماد البعيد المدى الذي أثار اختباره في أكتوبر تشرين الأول الماضي قبيل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ جدلا، وتسبب بعقوبات أمريكية جديدة على إيران. هنا يلتقطون صور سيلفي معه. نفخر بما تحققه بلادنا من إنجازات خاصة لهذه القوة الدفاعية الردعية. المسيرات التي لم تغب عنها الشعارات المنددة بأمريكا شهدت عرض شاهد 129، الطائرة بدون طيار الإيرانية المسلحة التي التقطت صورا لحاملة الطائرات الأمريكية في الخليج مؤخرا، كما استرجع المشاركون حادثة توقيف البحارة العسكريين الأمريكيين ومثلوها، لتكون رسالة الذكرى 37 لانتصار الثورة هنا واضحة إلى من يهمه الأمر. حازم كلاس، طهران، الميادين. فلسطينيا عضو المجلس الوطني الفلسطيني فتحي أبو العرادات كشف في برنامج آخر طبعة مع الميادين، كشف أن وفدا من السلطة الفلسطينية سيلتقي عددا من المسؤولين الإسرائيليين لإبلاغهم وقف التعاون معهم لخرقهم عددا من الاتفاقات. محمد الشيعي عضو اللجنة المركزية كشف عن أنه في وفد فلسطيني أمني اليوم علي الرفيع رئيس جهاز الاستخبارات ذهب للإسرائيليين اليوم يحمل قرارا فلسطينيا يبلغه للإسرائيليين بوقف بإعادة صياغة كل الاتفاقات التي لم تلتزم بها إسرائيل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنها موضوع الأجهزة الأمنية والتنسيق الأمني. لذلك اليوم سيكون هذا الوفد مجتمع اليوم مع قيادة الاحتلال الإسرائيلي مع الإسرائيليين، ويبلغهم هذا الموقف استنادا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني. هذا الموقف أكده للميادين أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء سلطان أبو العينين. أن سيبلغ الإسرائيلي بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ستكون مضطرة لوقف التنسيق الأمني وكذلك الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، لأن إسرائيل لم تبقي شيئا للمشروع الوطني الفلسطيني، ولم تبقي أيضا شيئا من الأمل الشعب الفلسطيني في قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس الجديد. وهذا نبض الشارع الفلسطيني أيضا. نحن الآن نلتزم بقرارات القيادة السياسية والمجلس المركزي وقرارات منظمة التحرير الصهيونية وكذلك حركة فتح، وبالإجماع أقرت بأن بات من الضرورة الوطنية أن نوقف التعامل مع الاتفاقات الموقعة وننفذ الاتفاقيات. فلسطينيا أيضا القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أكد في اتصال مع الميادين أن مسودة المقترح المقدمة من قبل حركتي فتح وحماس في لقاءات الدوحة بشأن المصالحة الفلسطينية هي قيد الدراسة، وشدد على أن الحركة حريصة على إنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة. كل المقترحات التي قدمت المسودة
مسودة المقترحات التي قدمت هي قيد الدراسة لدى الحركتين حماس وفتح وللعرض على الفصائل، حتى إذا ما تم التوافق على ذلك يمكن الذهاب اتجاه التوقيع والبدء بالتنفيذ. نحن كل ما نتمنى أن تتوافر هذه الإرادة الجادة والصادقة والحقيقية لتطبيق اتفاق المصالح والالتزام بهذا الاتفاق. نحن لسنا بحاجة إلى اتفاقات جديدة، هذا نؤكد عليه، لسنا بحاجة إلى اتفاقات جديدة بقدر ما نحن بحاجة إلى تطبيق ما تم التوصل إليه سواء على صعيد اتفاق القاهرة أو على الشاطئ. رضوان شدد على أن حماس حريصة على استعادة العلاقات الجيدة مع طهران والدول العربية، لأن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم الجميع لتحرير القدس واستعادة فلسطين ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. حريصون على استعادة العلاقات الجيدة والقوية مع طهران ومع بعدنا العربي والإسلامي، لأن القضية الفلسطينية بحاجة إلى كل الدعم، إلى كل الدعم من أمتنا العربية والإسلامية. وطهران وقفت وسندت ودعمت، وبالتالي لابد أن يستمر هذا الدعم وهذا التواصل وهذه العلاقة القائمة على أساس تحرير القدس، تحرير الأسرى، على أساس مقاومة هذا المحتل، لأن هذا المحتل هو يشكل خطرا على طهران، على فلسطين، على أمتنا العربية والإسلامية، هو العدو الرئيس لهذه الأمة. فلا بد أن تتضافر الجهود وتوحد كل الطاقات لأجل تحرير فلسطين ولأجل تحرير أقصانا. معنا من بيت لحم عبر خدمة سكايب مدير مكتب الميادي في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، أسألك في حيثيات ما كشفه لنا اليوم السيد فتحي أبو العرادات عن وجود وفد أمني فلسطيني يلتقي الجانب الإسرائيلي لإبلاغهم أو إعادة صياغة بعض الاتفاقات التي لم تلتزم بها إسرائيل. حسب مصدر أمني كبير ورفيع هنا، واضح أنه السيد أبو العرادات لديه معلومات صحيحة في هذا الموضوع، لكن في رام الله يفضلون إعادة ترتيب الخبر. لا يوجد اليوم أي لقاءات فلسطينية إسرائيلية. على ما يبدو كان هناك لقاء في الأيام السابقة نقلت فيها السلطة مطالب أمنية فلسطينية تخص الشعب الفلسطيني، على رأسها وقف اجتياحات المدن. الوفد الإسرائيلي لم يعطي إجابات وقال بأنه سيرد لاحقا، لكن من قراءتنا للخبر، رغم أنه المصادر الرسمية لا تريد التعقيب على هذا الموضوع، من قراءتنا كصحفيين كمحللين لهذا الموضوع واضح تماما أن السلطة تريد أن تستثمر أكبر وقت ممكن في التهديد قبل اللجوء إلى التنفيذ فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني أو لا. في إشارة إلى أنه الأمر سيكون طويل وشاق وليس بقرار فجائي، وأعتقد بأنه هذا يحتاج إلى يعني إلى تحضيرات فلسطينية خاصة. دعني أسألك عن ذلك ناصر، عذرا للمقاطعة، بين التلويح أو التهديد أو حتى التنفيذ، ما هي الإجراءات التي يفترض أن تتخذها منظمة التحرير الفلسطينية للوصول إلى وقف أو انتهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل؟ وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل له عدة أشكال. إذا كان حاسم قاطع مانع فمعنى ذلك إعلان حرب جب اتفاقية أوسلو، وأن الاحتلال لا يفهم هذه اللغة، وأنه يريد أن يكرس الفلسطينيين بضباطهم بأبنائهم بالأجهزة الأمنية لخدمة الاحتلال، وهو مرفوض وطنيا وشعبيا وأخلاقيا رسميا وتنظيميا، أو أنه يكون هنالك تبادلية بأن التنسيق على بعض القضايا. أنا أعتقد بأنه سيتم النزول بالتنسيق الأمني إلى الحد الأدنى، إلى حين طبعا لاحظنا هناك اتهامات إسرائيلية سابقة، لاحظنا أنه رجل أمن فلسطيني الشرطة الفلسطيني ومنفذ عملية بيت إيل، لاحظنا أنه منفذ عملية أبو ديس عفوا حزمة كان من المخابرات الفلسطينية. هناك اتهامات رسمية إسرائيلية للسلطة بأنها تحرض، لا ترسل عمليات لكنها لا تمنع إرسال العمليات، وهذا أثار ضجيجا إعلاميا كبيرا في وسائل الإعلام الإسرائيلي. طيب إجرائيا ناصر، إجرائيا قطع التنسيق يفترض أن يكون هناك اجتماع يخرج فيه قرار عن اللجنة المركزية، ومن ثم يتم الإعلان في يعني نقطة إجرائية يفترض أن تكون فلسطينية قبل الذهاب إلى إسرائيل، صحيح؟
هناك قادة متحمسون جدا لوقف التنسيق الأمني، لكن على الصعيد الرسمي كلما ارتفعنا في رأس الهرم السياسي يفتر هذا، هناك فتور شديد جدا تجاه التعامل مع الموضوع. قطع التنسيق الأمني بشكل كامل يعني التنازل عن كل امتيازات السلطة، بمعنى السلطة سواء كانت حرية المرور أو الحركة أو التنسيق أو غيرها، يضاف إلى عقوبات مالية فيما يتعلق بقرصنة إسرائيل على الأموال. ولا أعتقد بأن الدول العربية استعدت للسلطة لكي تسد هذا العجز. هناك خطة عرجاء عند الفلسطينيين لا تكفي، الحاضنة العربية غير جاهزة، هذا مبرر السلطة. لكن بالرأي الشعبي الكاسح هناك مزيد ومزيد من الناس تزيد من رأيها بأنه يجب معاقبة إسرائيل على جرائم وقف التنسيق الأمني. ناصر لحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، كنت معنا عبر خدمة سكايب من بيت لحم، شكرا جزيلا لك. شكرا. إلى مصر، حيث أصيب أكثر من 100 شخص في حادث انقلاب قطار في بني سويف جنوب القاهرة بعد اصطدامه بحاجز اسمنتي، ما أدى إلى انحراف القطار عن مساره الطبيعي وخروجه عن القضبان وتدهور سيارتين بينهما سيارة ركاب. كان القطار الآتي من أسوان جنوب مصر متجها إلى القاهرة عند وقوع الحادث. ما فيش دقيقة ولنا راح تخبطت، طلعنا نجري لقينا هو في المخازن، ده بدل ان هو ماشي بسرعه جامده واخد تعليمات ان هو في المخازن. المقرر وصوله اصلا على الرصيف ده الساعه 1:30 والمفروض يقف هنا، يعني حتى لو ما اصطدمش البتاع دي وجاي على الطريق بتاعه الاصلي مش هيلحق يقف على الرصيف. هو كان جاي على سرعه يعني بصراحه مش متوقعه. بعدين هو داخل التخزينه، المفروض التخزينه دي يهدي فيها، انت فاهمني؟ مش ماشي هو على طريق، مش ماشي على طريق عمومي، ده ماشي على تخزينه معناه كده انه هيقف. انت حضرتك السرعه بصينا لينا حاجة جامدة، بص ضخ خبطت في الصخرة دي، ولما خبطت في الصخرة جرجرها قلبها. في تغطية الميادين للذكرى 5 لبدء الحراك الشعبي المطلبي في البحرين، نرصد اليوم إطار العمل السياسي. فحتى اليوم مشاهدين، ما من قانون في البحرين ينظم الأحزاب السياسية على الرغم من حضور التنظيمات منذ أكثر من 50 عاما. وقد تعرضت التنظيمات السياسية لضربات أمنية خلال مسيرتها النضالية للمطالبة بالديمقراطية والحرية. أبرز هذه التنظيمات تستعرضها لنا الزميلة هبة الله بيطار. تنقسم القوى السياسية في البحرين إلى 3 قوى رئيسية، وهي القوميون واليساريون والإسلاميون. هيئة الاتحاد الوطني هي أول تجمع سياسي غير منظم، تأسست عام 1952 على يد مجموعة من القوميين ورجال الدين من الطوائف كافة. ولم يستمر عمل الحركة طويلا مع وجود المستعمر البريطاني الذي أسس محاكمات سريعة وسرية لمحاكمة زعماء الهيئة في عام 1960، وتم نفي أغلبهم إلى جزيرة سانت هيلانا وزج آخرين في السجون. كما ظهرت حركات قومية كحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وحركة الناصريين. القوى اليسارية هي أولى القوى السياسية المنظمة في البحرين، حيث يعود وجود اليسار في البحرين إلى عام 1955 حين أعلن عن تأسيس جبهة التحرير البحرانية كأول تنظيم شيوعي في البحرين والخليج، والتي تحولت بعد الانفراج السياسي الذي دعا إليه ملك البلاد عام 2000 إلى جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي. ومن ثم تأسست الجبهة الشعبية لتحرير البحرين بقيادة السياسي الراحل عبد الرحمن النعيمي عام 1967، وهي عبارة عن خليط بين قوميين وماركسيين وشيوعيين، وكانت مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي التي أعلنت ثورتها المسلحة في ظفار جنوب سلطنة عمان. وتحولت جبهة البحرين بعد عام 2000 إلى جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد. لم يكن للحركات الإسلامية وجود منظم قبل السبعينات، كان
أولها حزب الدعوة الإسلامي في البحرين، والذي كان مرتبطا بحزب الدعوة في العراق، ويمثل التيار الشيعي، ومن ثم تحول أغلب عناصره إلى حركة أحرار البحرين، والتي اتخذت من لندن مقرا لها. واليوم يتمثل جل أعضائها في جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، وهي أكبر التنظيمات السياسية في البحرين، وحازت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان قبل انسحابها. عام 1981 تأسست الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، والتي تتبع فكر رجل الدين الشيعي الراحل محمد الحسين الشيرازي. تحولت الجبهة بعد الانفراج السياسي إلى جمعية العمل الإسلامي أمل. أما تيار الإخوان المسلمين فلم يشارك في العمل السياسي إلا بعد الانفراج السياسي، حيث عرف باسم المنبر الوطني الإسلامي، وانخرطت كوادره ضمن الجمعيات الخيرية منذ مطلع الثمانين. فيما تمثل جمعية الأصالة الإسلامية التيار السلفي، وهي حركة ظهرت حديثا بعد عام 2000. إلى المكسيك، حيث قتل نحو 50 شخصا في تمرد وقع داخل سجن توباتشيكو في مدينة مونتيري شمال شرق العاصمة، عشية زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى البلاد. وسائل إعلام مكسيكية أفادت أن المشاهد أظهرت أن شرطة مكافحة الشغب وعددا من سيارات الإسعاف توجهوا إلى السجن، وأشارت إلى أن عددا من السجناء تمكنوا من الفرار. في السينما، انتقلت المخرجة الفلسطينية مي المصري من الأفلام الوثائقية إلى الأفلام الروائية الطويلة. 3000 ليلة، فيلمها الجديد اختير لختام مهرجان سينمائي أوروبي نظم في بيروت في لفتة لها معنى سينمائي وسياسي. حسن عبد الله. مأساة الشعب الفلسطيني في حكاية أسيرة فلسطينية في المعتقل الإسرائيلي عرضت من خلال فيلم بعنوان 3000 ليلة للمخرجة الفلسطينية مي المصري في ختام مهرجان السينما الأوروبية في بيروت. الأمر لافت وله أبعاد ورسائل سياسية في خضم كفاح الفلسطينيين في مواجهة محاولة طمس القضية الفلسطينية. الفيلم الجديد لمي المصري هو أولى محاولتها في عالم الأفلام الروائية، وبدأت تحصد نجاحا وشهرة ومشاركة في مهرجانات عالمية. تدور أحداث الفيلم في غرفة سجينة المدرسة الفلسطينية ليالي، التي تعتقل ويحكم عليها بالسجن 8 أعوام، أي ما يعادل 3000 ليلة، حيث تتعرض للضغط والتخويف لتحويلها إلى جاسوسة على بقية السجينات. تتصاعد الدراما في الفيلم حين تكتشف ليالي أنها حامل، ثم تضع مولودها في السجن بالتزامن مع إضراب عام للسجينات، وتخيل ليالي بين سحب حضانة طفلها منها أو تعليق الإضراب. اهتمت المخرجة بالصورة والهندسة الضوئية للتعبير عن مكنونات الشخصيات، لا سيما تفاصيل وأجزاء السجن، واشتغلت على كادرات تصوير اقتربت من مفهوم اللوحات التشكيلية. مي المصري بحسب النقاد أدارت فيلمها جيدا، وقادت الممثلات الفلسطينيات الآتيات من قرى فلسطين المحتلة إلى الأردن، حيث جرت عملية تصوير في بيئة مشابهة للسجون الإسرائيلية. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. موسكو تؤكد أن الطائرات التي قصفت حلب أمس أمريكية وليست روسية. مشاورات دولية حول سوريا على هامش اجتماع المجموعة الدولية في ميونخ، وديمستورا للميادين متفائل ومصر على مواصلة محادثات جنيف. الناتو يقرر إرسال طائرات الأواكس إلى سوريا للمساعدة في الحرب على داعش. إنه في وفد فلسطيني أمني اليوم علي الرفيع رئيس جهاز الاستخبارات ذهب للإسرائيليين. أبو العرادات يكشف للميادين عن لقاء مزمع لوفد أمني فلسطيني مع مسؤولين إسرائيليين لإبلاغهم بوقف التعاون الأمني لخرقهم الاتفاقات. أكثر من 50 قتيلا في إطلاق نار داخل سجن شمال المكسيك. ثلاثة آلاف ليلة، فيلم مي المصري يروي عذابات السجينات الفلسطينيات في المعتقلات الإسرائيلية.
دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا بالإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. من يرغب بالمزيد من الأخبار على شاشة الميادين، المزيد على رأس الساعة بنشرة مفصلة، هذه المرة مع الزميلة وفاء سرايا. إلى اللقاء.